سالو تو الموند، اشخباركم؟ كلشي بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكون احوالكم جيده. اليوم جبت لكم وصفه جديده. صافي لونطون ما درتش معكم دي روسيت، وهاد لا روسيت في حقيقه سهله مهله، هما بانكيك ناجحه 100% وغتعجبكم بزاف. خليكم معايا حتى لاخر فيديو باش تشوفوا طريقه التحضير. الو، غنحتاجو جوج بيضات و 6 ديال المعالق كبار عامرين ديال دقيق فورص، نص كاس ديال زيت نباتيه، كاس ونص ديال الكيسان ديال العنبه ديال الحليب، قبيصه المليحه، 3 معالق كبار ديال السنيده، خميره وحده ديال الحلوه ديال 7 غرام، اي سكر فانيلا. الوغ اول حاجه غادي نديرو الملحه سنيده، 3 معالق الكبار على حسب كل واحد، الا بغاها حلوه ولا بغاها يعني ما يكثرش فيها الحلاوه تقدر دير غير جوج معالق، ونخلطو مزيان الخليط حتى يتجانس الخليط مزيان. غنديرو دابا الزيت وغادي نبداو نكبو بشوي بشويه، ما نكبوش كلشي في خطره باش يتخلط مزيان مع الخليط. كيف ما تشوفوا الخليط مازج مزيان، ودابا غنديرو سكر الفانيلا. تنخلطوها ابخي عاد غادي نبداو نديرو الدقيق بشوي بشويه. نسيت ما ذكرت لكم البنات تو طالور بان الدقيق راه ديجا غربلتو، مزيان تغربلوه حيت باش ما يبقاش لكم كويورات، يعني يكون دغيا دغيا يتخلط وحتى يولي خليط يعني هش ورطب. كيف ما تشوفوا عملت غير جوج معلقات ديال الدقيق قبل ما ندير الحليب، ودابا غادي نكب الحليب كامل. ونكملوا الخليط ديالنا حتى يتمازج. فوالا، من خلطنا دابا الخليط مزيان غنزيدو عتاني 3 ديال المعالقات ديال الدقيق، وعاد غنديرو الخميره ديال 7 غرام كيف ما ذكرت لكم، ونستمرو في تحريك الخليط. فوالا كيف ما تشوفوا كيف ولا الخليط ديال البانكيك، ما تيوليش خفيف بزاف، تيولي ثقيل بحال هكا خص يكون. ودابا يا غنحطوا دابا خص يكون عندنا مقله ديال التيفال ولا من نوع جيد باش ما يتحرقش لنا العجينه. الوغ ونخلوها تسخن غير في درجه الحراره، ماشي سخونه بزاف وماشي بارده بزاف. فوالا الطريقه كيفاش انت ندير البانكيك، كيفاش نهزها ونحطها في البويل. فوالا تنعبر الحراره كيفاش ولات، ما خصهاش تكون سخونه بزاف وما خصهاش تكون تاني بارده. فوالا كيف ما تشوفوا ريتكم درجه الحراره متوسطه، وتنهزوها بهذه الطريقه هذه.
فوالا كيف ما تشوفوا تنخلوها حتى تولي فيها هاد الفقاعات، عاد غنبداو ندوروها، نبداو شويه بشويه نشوفوها واش طابت من تحت باش ما تعجنش لينا البانكيك، وعاد غنبداو ندوروها بشويه بشويه. فوالا كيف ما من قلبتها تتولي بحال هاد لا كولور دوري باش ما تحرقش الوجه ديالها، خصنا كل شويه نطلع عليها ونبقاو ندورها بحال الطريقه هذه باش تكون بحال هكذا. فوالا البنات، نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم ولا فيديو ديال اليوم. ما تنساوش كوم توجور الى عجبتكم لا فيديو لايك، واللي باقي ما تابوناش يتابونا وتفعيل الجرس. اي على بروشين، ميرسي.